تعالى نعمل الكريم شانتيه عشان نعمل بقى الشوبستي كريم اساس عمليه الايه؟ الاكلير او الملفي او التارتاريت او الكريب تقدري تحشي بيه او البابا. عندي كوبايه من الكريم شانتيه بالسكر زي ما انت شايفه كده، على كوبايتين ميه متلجه يكون دايب جواها تلج. خدي بالك الميه اهو، واجيب مصفى عشان اوريك التلج. يكون دايب جواها تلج، ما تكونش ميه ساقعه، ميه دايب جواها تلج. عايزه تعملي باللبن اعملي لبن دايب جواه تلج زي ما انت عايز. خطواتك كده كلها مهمه جدا، وبعد كده تروحي جايه خفقه الكلام ده على السرعه العاليه قدامك على طول هينشط، لان احنا متفقين ان المحسن اللي موجود في الكريم شانتيه ما بينشطش الا بالسائل المثلج، يكون ميه دايب جواها تلج او لبن دايب جواها تلج. اخفقيه كويس جدا جدا كده قدامك اهو. وعندي الكاستر كريم بتاعي بارد عشان اضيفه له. طب له معيار؟ اتنين الكاستر كريم اهو معياره كريم شانتيه، اتنين كريم شانتيه او كريمه فريش لواحد كريمه كاستر. خدي بالك من التركه دي. اخفقي 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 اخفقي. وعايزك تشوف الاكلير في الفرن يا استاذ ياسر عشان التفاصيل والتكنيك والحركات كلها قدامك. بص طالع عامل ازاي؟ شيء انت وزناه وعاملاه صح وبنفس صح، فرنك 180 سيبيه 35 دقيقه، 30 دقيقه ما تفتحيش الفرن لان هيهبط لو فتحت الفرن. خدي بالك شفت الارتفاع، كل حاجه ماشيه قدامك بالتفاصيل والحركات والتكات. وعندي الكريم شانتيه بدا يخفق زي ما انت شايف. وبعد كده هنبدا بقى نمكس ونبدا نفتح. على ما الكريمه تنخفق تعالى ما اجيب الاكلير بتاعي عشان افتح له الفتحات اللي احشي بيها. بجيب سكينه صغيره او اله زي دي كده، وافتحي هنا افتحي هنا افتحي هنا عشان تحقني. طب ممكن اشوف حسن افتحه ساندوتش من النص؟ ممكن تفتحيه ساندوتش من النص، لكن احنا بنعمل لك بطريقه المحترفين. تعالى نعمل غيره قدامك اهو، افتحي ومن النص كمان ومن النص كمان. يا جماله تعالي زي ما انت شايفه كده التفاصيل قدامك اهو، افتحي عشان احشي. بعد ما اخلص الشوبست كريم هبدا اديها الاطعمه اللي انا عايزها. هعمل لها موكا بالقهوه، شوكولاته بالنعناع، بالفستق، بالمانجا، بالقرفه، كله قدامك اهو. يا ام رامي يا بشيف حسن ازاي حضرتك؟ مساء الفل يا هانم، مساء الفل، منور قناه الحياه ومنور. ده نور حضراتكم، نور حضراتكم، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. والله انا عايزه بس اطلب منك طلبين. اتفضلي يا مرامي. ربنا يخليك يا رب. الطلب الاول عايزه ابعت اهداء لاولادي والاحفادي ولمرات ابني. طيب احمد وكريم عيد ميلادهم 10/10. بنقول لهم احمد يا كريم ماما بتقول لك كل سنه وانتم طيبين، وبرنامج اكلات وتكات شيف حسن بيقول لكم ومرات كل سنه. ابني مياده وكرمه ورامي. يا مياده وكرمه ورامي احلى تحيه من ماما، حماتك بتموت فيكي، على الله تجيب لها هديه بقى. ايوه طبعا. ايوه طبعا. ماشي. ربنا يخليك لينا يا رب. امين يا ربنا يخليك ليهم ويخليهم ليكي. الله يخليك وحبك في الدنيا يا رب. ربنا يخليك يا فندم. زي ما انت شايفه اكدت الفتحات اهو عشان ابدا احقن، والكريمه عندي بدات تعلى عندي، واضيف لها الكاستر كريم بقى عندي الشوبست كريم. خطواتك كده كلها قدامك يعني تفاصيله. وبعد كده اروح جايه عامله الكريمه بتاعتي. الكريمه زي ما انت شايف كده، بص الفوليوم تضاعف حجمها 4 مرات. ليه؟ اتفقنا ان المحسن اللي موجود في الكريم شانتيه ما بينشطش الا بالسائل المثلج. حطيت ميه حط ثلج يدوب جواها، حطيت لبن حط ثلج يدوب جواها. خدي بالك من كده. بعد كده بص قدامك اهو، تعالى نعمل الشوبست كريم. هعمل الشوبست كريم ازاي والكريمه حلوه كده يا جماله؟ اروح حطلها قلنا 2 كريمه لـ1 كاستر، واروح جايه ممكساهم مع بعض. اخلطي اخلطي بقى عندي لون الشوبست كريم بطعم الفانيليا. شوبست كريم بطعم الفانيليا بتركات وحركات الشيف حسن زي ما انت شايفه كده قدامك. بص التكنيك وبص الحركات وبص التكات.
كله قدامك اهو زي ما انت شايف. تعالى بقى نحشي. تقدري تحشي بالفانيليا كده، وقلنا ده بيستعمل في البابا، في الملفاي، في الاكلير، في البابا، في البروفترول، وطبعا التارتاريت. الكريمه دي بتستعمل في كل ده. تعالي كده ناخد الكريمه بتاعتي واقول سلام عليك يا استاذه عبير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف حسن؟ صباح الفل يا هانم. صباح الفل. عايز اسال حضرتك، لما اجي اعمل العجينه بيبقى فيها زبده بتبقى مفتوله، عملت السابلي كان مفتول العجينه خالص، والبسكوت البستريم كانت العجينه مفتوله خالص. بتستعملي زبده ايه؟ بتستعملي زبده ايه؟ اقول اسمها يعني؟ لا مش اسمها، نباتي ولا حيواني؟ هي بتاعت شركات. اه يعني زبده ولا زبده طبيعي ولا زبده اسمها ايه نباتي؟ اه هي اللي هي القوالب دي مختلط في السوبر ماركت. مختلط. اه مختلط. اه مختلط. بص هقول لك حاجه بسيطه جدا. الزبده اللي موجوده اللي في البلوكات دي الكيلو بتتباع دي نباتي. يعني ايه نباتي؟ مهدرجه طالعه من زيت النخيل وضيف لها طعم الزبده الطبيعي، طعم. هو بيقول لك 75 25. لا طب اعمل ايه يعني؟ استعملي زبده نيوزيلندي صح، بس انت لو استعملت الزبده دي وعملت التكنيك اللي انا بقول لك عليه، 1 2 3 يعني كوبايه سكر، كوبايتين من الزبده دي على 3 كوبايات دي على 3 بيضه كامل على ذره فانيليا. هتحط الزبده مع السكر، كوبايتين زبده مع كوبايه سكر، دوبيهم على السرعه الاولى، وبعد كده ارفعي القفص وجيبي الجناب بتاعت المكنه عشان تتاكدي ان الخليط تجانس. الخليط ده هيعمل خليط كريمي، السكر والزبده اللي هي 1 سكر ل2 زبده هيعملوا خليط كريمي. اول ما يعملوا خليط كريمي بتنزل عليه 3 بيضات بيضه مع ذره من الايه الفانيليا، هيعمل خليط كريمي اكتر. سيبيه يضرب يضرب يعلى. بتجيبي 3 كوبايات دقيق مع ذره ملح، تضيفيهم اول دقيق ما يختفي. خدي بالك من التكنيك ده والتركه دي. اول دقيق ما يختفي بتفصلي المكنه، تاخدي الخليط ده تحطيه في بايركس وتغطيه بكيس بلاستيك وتدخليه الثلاجه لمده ساعه. بعد كده تطلعيه تخدميه بايديكي وتفرديه، هيمشي معاكي مزيكا. تستعملي بقى نيوزيلندي، تستعملي نباتي، هيطلع معاكي محترم. بس حضرتك نفذي التكنيك اللي انا قلت عليه. الشوبست كريم اهو يا عم ياسر طلع عندي بطعم الفانيليا. تعالى بقى نعمل اطعمه. ادي بطعم الفانيليا. طب انا عايزه بطعم الشوكولاته. بص اهو تعالى هنا بطعم الشوكولاته قدامك، احط شوكولاته سايحه عليه يا تريكاتك يا عم ياسر، واروح جايه مدخلهم كده مع بعض على طول. بقى عندي شوبست كريم بطعم الشوكولاته. دي سهله؟ سهله جدا. محتاج حشوية كمان عشان العيال يتدلعوا، اديهم كمان عشان عيالك يدلعيهم. خطواتك كده كلهم، مدخل كل ده مع بعض. وعندي بالفانيليا، يبقى عندي بالفانيليا، عندي بالشوكولاته. عندك تاني بالايه؟ بالفراوله. معلقه فراوله حلوه كده، مربه فراوله، ودخليهم مع بعض. خطواتك كده كلها. بقى عندي الحشوات بتاعتي. طب بالمانجا يا عم حسن، تعالى كده اهو اجيب معجون المانجا واحط على الشوبست كريم وادخلهم كلهم مع بعض. خطواتك كده كلها مع بعض يا استاذي. يا دي بالمانجا. طب عندي ايه تاني؟ عندي بالفستق، معجون الفستق عشان اعمل بالفستق. اختاري واختاري بين الاطعمه اللي انت عايزاها. كله قدامك اهو، الشوبست كريم الاساس، بعد كده بتدي اللي انت عايزاه. ادي بطعم الفستق. طب عامل دلوقتي بالموكا زي ما انت شايف، قهوه مركزه، قهوه مركزه على الشوبست كريم، قهوه مركزه على الشوبست كريم، واروح جايه مدخلاهم كده مع بعض. شوبست كريم، خطواتك كده كلها قدامك اهو. طب بالنعناع يا حسن بنفس الطريقه اهو، سيره بالنعناع، سيره بالنعناع، بحط معلقه هنا اهو على الشوبست كريم وبدخلهم مع بعض. تحتاري وتختاري. لسه عندنا ايه؟ لسه التوبنج. شوفك يا جماله، الاطعمه كلها قدامك بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها زي ما انت شايفه كده قدامك، التفاصيل والحركات والتكات. عشان تعملي احلى طبعا بتشو عجينه، وشوف اللي في الفرن هو ده التريكه اللي لسه كنت اقول لك عليها. يا تفاصيلك بقى يا جمالك. تعالى بعد كده بقى وهو بعد ما يبرد ونفتحه نبدا نحشيه. الحشوات كلها قدامك اهو،
احتاري واختاري تعمليه بالفانيلي، تعمليه بالشوكولاته، تعمليه بالمانجا، تعمليه بالفراوله، تعمليه بالموكا، تعمليه بالفستق، تعمليه بالنعناع، زي ما انت عايز. اطعمتك كلها قدامك. اهم حاجه تعملي الشوبست كريم بطعم الفانيليا الاساس، اللي هو كريم شانتيه او كريم فريش مخفوق مع كريمه كاستر، ده الاساس. وبعد كده الاطعمه زي ما انت عايزه اعمليها. هنبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحشي عشان نلحق نعمل ايه؟ نعمل مع بعض. اول حاجه عندي هنا بالنعناع، بجيب كيس وبلبله صغيره، بلبله صغيره خالص يا استاذ ياسر، والكيس بتاعي، وانا مفتح هنا اخد الحشو بتاعي ده، وبعد كده اتاكد ان هو ناعم وكله داخل مع بعضه كده، واروح جاي معبياه عشان نعبي كل حاجتي قدامك اهو. كيس كريمه حلواني، وادي البلبله تحت اهي. حاضر، بس اطلع الهواء، بس طلع الهواء بتاعك اهو قدامك اهو. البلبله اهي بتقول لك يا تفاصيله يا جمالك اهو. تعال اهو زي ما اتفقنا، اعمل هنا كده، خدي بالك اهو من التكنيك، واحقن احقن احقن، هيبدا يعلى اهو، بصي بيعلى، احقن اهو تمام. واجي هنا ادي المساحه الثانيه، احقن، بصي طالع معاك اهو تمام اهو. واجي هنا احقن. هتعرفي ازاي؟ هتعرفي ازاي؟ هتعرفي ازاي؟ تقل في ايديكي، تقل في ايديكي، خدي بالك من التكنيك ده، هو ده التكنيك والحركات والتكات اللي مش هتلاقيها غير عندنا، تفاصيل كده. تعالى نعمل بالمكة، هحشي واحد واحد. انا عامل لك 7 أطعمة، احتاري واختاري بالاطعمة اللي عيالك بيحبوها، تفاصيلك قدامك. ادي بالمكة بنفس الطريق، اروح جاي بامنع امام مع بعضه كده قوي عشان اتاكد ان كريمتي متجانسة، واروح جايبة كيس برضو تاني، مش الكيس اللي كان فيه النعناع، خدي بالك. واروح جاي حاطه الحشو بتاع المكه اللي هو بتعمل القهوه، خطواتك القهوه مركزه، قهوه سريعه، قهوه بقى تركي زي ما انت عايز يا جمالك. وبعد كده يا حاج احلام، اهلا يا شيف حسن. صباح الصباح يا حاج احلام. صباح الفل يا شيف حسن. صباح الرضا يا حاج احلام. الله يخليك، ازيك يا شيف حسن؟ زي الفل يا حاج احلام، بنفسك. تعبينك معانا وتسلم ايديك، تسلم ايديك يا استاذ انت. ربنا يخليك يا حاج احلام. والله العظيم يعني الشيف حسن ده يا جماعه استاذ استاذ استاذ. ربنا يخليك يا حاج احلام. عشرة يعني اقول ايه 20 سنة شيف حسن؟ اكتر من 20 من الاسرة، من ايام الاسرة، اكتر من 20 مذكور طبعا. اكتر من 20، الله يمسيه بالاكتر من 20 سنة، ربنا يمسيه. والله العظيم تسلم ايديك، تسلم ايديك، ربنا يخليك يا حاج احمد. بسلم عليك وتسلم ايديك على الاكلات الحلوه، وبسلم على الاستاذ المخرج الجميل، ربنا يكرمه يا رب كده، وبسال على مارادونا ربنا يشفيه ويرجعه. امين يا رب، امين يا رب. وبسلم قوي قوي على محمد حسن، بس احلى تحيه من الحاج محمد حسن، لانه وحشني قوي قوي، بقالي فتره ما كنت شفته. ربنا يخليك، الله يخليك، الله يخليك ويطمنا عليك ودايما. ربنا يديك الصحه والعافيه يا حاجه ويخليك لينا. الله يخليك، الله يخليك. حبيبتي بقى السلام الكتير قوي قوي الخاص لنانسي حبيبتي، دايما دايما يا حاجه، وحبيبتنا كلنا، وربنا يخليك لنا يا حاجه احلام، واغلى حاجه في حياتي. ربنا يديك الصحه والعافيه ويخليك لنا حاجه احلام. ربنا شكرا قوي يا شيف حسن. ميرسي يا حاجه احلام، ربنا يخليك ليا. الله يخليك، مع الف سلامه. الف شكر يا حاجه احلام. زي ما انت شايفه كده التكنيك قدامك اهو، التفاصيل تعملي اهو، تحقني تحطيها جوه كده، وهتبدا تتقل معاكي وتعلى معاكي وانت بتحقني لحد ما تتملي خلاص، تروحي ناقله على الفتحه اللي في النص واحده واحده كده، وعلى الفتحه اللي في الاخر، عشان اما تيجي تفتحيها تلاقيها كلها وتقلت في ايديك اهو، عشان تعرفي التفاصيل كلها قدامك. مفيش حاجة يا حاجة زينب. ازيك يا شيف؟ صباح الفل يا حاجة زينب. صباح النور، عامل ايه؟ كله بونو والحمد لله يا حاجة زينب. تسلم ايدك يا شيف. ربنا يخليكي لنا يا حاجة زينب. كنت طلبت من حضرتك حلقة الجاتوه يا شيف، ما عملتهاش. من عندي قبل، ما تستعجلوش، كل اللي بتحلموا بيه. احنا معاكم يوميا هوا من الساعة 1 لـ 2:30، اللي بتحلموا بيه كله هنعمله لكم. الملفي والهرم والحاجات دي كله، والدومنه والطاوله، التكات بتوعك بقى بتوعنا اللي محدش يعرف يعملهم. طبعا هو اللي طالع مساء الخير غريبي وصباح الخير سقي ورقي. طبعا طبعا، وارزادي بتاع ربنا كلها. ده انت مايستر يا شيف. بعد ما عملنا الاكرين وبدانا نحشي بكل الحشوات بدون التركات والحركات لها ناسها، انتظروني.